السلام عليكم زينات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كيف ما ديما خوتي، نبغيكم تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. خاتكم مزنقة الشموشه تصبحها الشاعله هذا النهار. هذا هنا دابا راه الوحده هنا، يقول لي في غاده كوثر. غاده اختي في هذه القيلوله، غاده نجيب اختي السلم زافي، غاده نجيب اختي زماني زماني، راه يكون وصل دابا في نفس البلاصه فين ما حطيتو داك النهار حدا لوطوغوت تما عاوتاني نفس. سبحان الله العظيم، شوف شوفوا من الزهر. السيده اللي كان مشى معها داك النهار هي اللي راجع معاها البارح، كان كيقلب كيلقى نفس السيده حتى هي دايره الرتور راجعه وراه جاي معاها. دابا راه يكون اما وصل ولا غادي نجي معاه قد قد، ولا باقي ما وصل، ولا راه كيتسناني في هاد الشموشات هادو. هادشي اللي كاين الزينات ديالي. المهم خليكم معايا نشدو في المزابي شويه نضحكوا معاه. هنا عرفتي شاعله شاعله، مشم زنقة هاد النهار. هذا توحشني يا اختي، ها كتجي الشمشه ما يكونش داك الصهد عرفتي، داك الليل اللهبه والعافيه وما تقديش تنفسي. انا راه شويه راه ديما غنقولها لكم، انا شويه كتجيني صعيبه هنايا مع الحمل وصافي. هادشي اللي كاين، وشكرا الزينات ديالي، شكرا على الكومونتيرات الزوينه الرائعه ديالكم البارح، شكرا طمنتوني والله العظيم. غادي نرجع عندهم نهار اثنين نقول لهم راه هادو هما الابارات ديال السكر عندي. عندي السكر زعما كان كنحس براسي عندي السكر نورمال، بالعكس انا الا ما كليتش كنحس براسي عيان، وملي كنعبر يعني كنلقاه 70 80، دونك طايح يعني راه ماشي طالع. انا ضنيت مع الحلاوه ديال العيد، حيت انا غير شي يومين ولا 3 ايام ورا العيد الصغير درت انا داك التحليله ديال السكر هذه، ضنيت كيكون داك الخزان السكر، وكليت الحلاوه في العيد بزاف كتعرفوا مع الشباكيه وسلو والحلوات ديال العيد. دونك وقيلا من تما يعني تصاب عندي هذا السكر هذا. مي نتمنى ربي الخير نعاود التحليله، عندي نهار اثنين نعاود التحليله ورجع لعندكم. المهم انا قررت نوصل عند مزابي، خليكم معايا. ها هو جبتو. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وانا جيت. انت مشيتي رجوعك. انت رجوعك ما تمشيتي، كي خليتي الطليان اخويا، كي خليتي مزيانه كتسول على الطليان، قالوا لي علاش ما جبتيهاش معاك؟ قلت لهم راه غنمشي نجيبها ونجي. شفت لي كومونتير كيقول لك خساره يا اختي بلا كوتر. شكرا البنات اللي بقيتوا عليه، فين ما يدور شي بلاصه تقول له خاصك كوتر معاك، خاصك كوتر. هي اللي ما بغاتش تمشي، انا بغيت نديها معايا، ولكن هي اللي ما بغاتش تجي. راكم عارفين الظروف كي دايره في النادي الحياة وديال انا والله ما كرهتش تدي معايا الوليدات، وملي ملي كدور بوحدك وما كيكونوش حداك المدام ديالك والوليدات كيكون شويه داكشي. تهنيتي خالك، تهنيتي كيكون داكشي شداله. والله والله ما تهنيت منك، كدور فهمتيني، ولكن ما كتكونش مرتاح اليز بحال الا معك ولادك ومراتك ديما البال كيبقى مشوش. ولكن الحمد لله. ايوا الحمد لله، كيبقى امين شويه. شنو نقول لكم؟ شويه وصافي، نقول غير شويه وصافي. صراحة باقي مسكين، مازال البنات كلهم كيسولوا، مازال كيعطيو في الواتساب والله الا كيسولوا كيبقى مازال مسكين بلا غيانيماسيون، باقي ما فاقش، ولكن طول الله تا هو يدير لي تا هو ديال الخير. هذا هو الجهد ديالنا اللي غنديرو حنايا، داكشي كيبقى الامر ديال الله هو اللي غادي ان شاء الله، لان حنا ما بيدنا شي حاجه، كون بيدنا نديرو لي بحال كاينوط كرانات. ولكن واحد النصيحه، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم الوالدين، اللي عنده شي موطور حيدو، واللي قال ليه ولدو شري ليا موطور انا والله ما يتشوفو، ولا لان داك الشيء اللي شفت خالتي داك النهار صدقوني اقسم بالله. هاد خويا اللي كنعاود لكم عليه معود عليه بواحد الصوره، صوره ديك اللي اكتيف باغي ياكل يلبس يتبرع يتسارى يفواياجي بزاف الحوايج، ولكن ملي دخلت عنده مسكين لا ريانيماسيون، حيت كيعطيو لواحد يدخل في النهار ما تبغي حتى شي واحد، ولو يكون نضر معاك ما عرفت باش، ولو يكون العدو ديالك ما تبغيلوش داك الحاله هذيك. انسان مجبد ما انسان متعود عليه
طاقه ايجابيه كيما قلت لكم في الاول كيدير بلاصه هي كل يشرب يتساره خدام خدمه زوينه الله يعطيها لكل واحد كيتمنى انجينيور تبارك الله استنى انجينيور في لامبورغيني واحد من ليكيب اللي كيديروا الديزاين ديال السيارات ديال لامبورغيني دونك لي بيان بلاسي وتشوفوا معلق بزاف ديال الخيوط بزاف ديال لي زاباراي اقسم بالله انا بعدا بقات معايا ديك السيده واحد ربع ساعه حتى شديت راسي في الارض عاد قالت لي واش نقدر نخليك معايا ما قدرتش متعود كنشوفو في واحد لي موج وحده اخرى واحد لي موج وحده اخرى ضحك لعب الشوبي هو في حد خوت عبد الرحيم كاملين هو راه بالاماره راه كنزيد ناكد عليكم راه ولد اختو ولكن كيهضر معاه بحال خوهم دابا زاد في الدار وكبر معانا انا هو ما كيقولش ليا خالي وانا ما كنقول هو ولد اختي كبر في الدار ملي زاد في الدار كبر في الدار بقى في الدار كان حاج والحاجه هما اللي رباوه اذا صراحه اللي قال لي هو شي ولد وشري لي شي موطور خوتي انا تحيد لي ودنو ما نشري شي موطور ما عرفتش شنو ندير ليه ما شريش موطور قدر الله ما شاء فعل ربي الحبيب غادي يكون معايا ان شاء الله سيرتو ملي كيكون شي وليد مثلا زوين ديماج ديالو لا زوين في لو فون ديالو ما فيش مشاكل ما كيزقلش الصاله والله العظيم ما كيزقلش الصاله ما فيش شي بليه وغادي كيطراسي في الحياه ديالو كتعثر هذا التعثر هكذا دونك كيبقى فيك الحال هذا هو اللي كان عاد شرا دار وباقي زعما صغير وعنده احلام وعنده كيفكر لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله ربي غادي يكون معنا المهم يلا وخليكم معنا وحنا راه وصلنا دابا نطلعوا يرتاح المزابي شويه وها انتم معنا ان شاء الله هنا الزينات ديالي صافي طلعنا تغدينا عبد الرحيم خدا الدوج ديالو ومشي ينعس حيت البارح نهار كامل ديال الطريق الليل كامل ركب مع 8 ديال الليل ركب من طاليان دونك وصل لكليرمون مع 8 الصباح دونك مشى مع خوه فطر مع 10 كان عنده هذا رونديفو مع السيده اللي رجع معها المهم الزينات ديالي غادي نوريكم فرتكنا له الباليزه ضروري البنات المهم غادي نوريكم اشنو جاب هنايا ضروري هو الباروك واخا كيقول لي شنو بغيتي كنقول له ما بغيش والو هاد الساعه ما باغي والو كيقول لي الباروك المهم غادي نوريكم اشنو خدا هنايا شوفوا الوجين اشنو خدا ليها بعداك هادو ديال اوفيس كيتس داك المغازه اللي كنصور لكم من هذاك النهار هذيك ملي كنا في طاليان خوتو كاملين في داك المغازه كلشي كيتقدم داك المغازه شوف خدا ليها هاد السريول هذا كولون بارده البنات حيت ديفوا باقيين عارفين في الصباح هكا كيصبح شويه البرد هذا مع البودي ديالو صراحه علم زوينه الثمن هذا كيدير 6.95 وهذا 6.95 حتى هو انا قلت له بلا ما تجيب ليها الحوايج راه عندها دابا باش تقضي قال لك لا انا من المغرب ما جبتلهاش بزاف وخدا ليا هادي قلت له غاليه بزاف وما تجي تاخذها شوفوا هادو اللي لقاهم في المارشي علاش كنقول لكم دي فوا كتلقاو حويجات في المارشي واعد كان مشى للمارشي هو وخوتو كيكون عندهم بالجمعه واقيله مي ما صورتش لكم شوفوا هاد الكسيوه هادي قلت نخليها للعيد ان شاء الله شوفوا يا اختي ايا الوجينات اللي بسها عليكم انا كيعجبني اي حاجه يعني كنشوفها هكا كنبغيو تشوفوها هكا كملبوسه باش تشوفوها كيفاش كتجي باقا خاصها صنيدله حتى ناخذها ليها من هنايا هذه خداها لها ب 30 اورو ها هي 29.95 يعني 30 الاورو باش خداها لها هذه ولكن زوينه الصراحه هذو اللي عجبوني انا شوفوا الحويجات ديال المارشي انا باقي ما لبستهم لا اقسم بالله انا نقيسهم ليها دابا هادو غادي نخليهم للعيد الكبير ان شاء الله وفرحات بهم هادو ديال المارشي شوفوا يا اختي انتي شوفي اختي الوجين تاعي يا اختي تولي تنافسنا يا اختي في السيكان شوفوا الكسيوه كيفاش دايره هادو من المارشي يا البنات من هنا كتجي طويله ومن هنا كتجي قصيره وهانتي بالصويك ديالها اش بغيتو عندكم اخواتي نتوما هاد السيكان وي لي دو سي باغي وي خدها ليا هادي هادي كتجي محلوله من هنايا ماما وي ماما هانتوما هادي عاوتاني هانتوما
والصويك ديال هادو الناس بكنز الاورو. قلت له هادو بكنز، قال لي والله لا بكنز. وقلت له هادو وشوف غير كسوه وحده انت شريتيها ب 30 اورو، انت كقلبتي في المارشي جوج ب 30 اورو بلا ما كنتي تجيب لها هذه. كنبغي زعما كان انا مقتصد شويه. هنايا البنات نهار اللي طيب راجل اختو البرياني، راك شوف البنات كلكم قلت لك جهان عبد الرحيم يجي يطيب البرياني. دونك قلت له جيب معاك العطريه، حيت العطريه كتتباع اكثر في ايطاليا، حيت ايطاليا اغلبيه الناس زعما اللي عايشين فيها يعني من هنود باكستان، ودونك معروفين بهذا البرياني هذا. هذه العطريه ديال البرياني اللي كيكون فيها الحار، كيكون فيها التوابل القرنفل، حبه الهيل، كيكون فيها بزاف. انا قلت لكم كليت جوج مرات، وهذه المره عبد الرحيم غادي يطيبوا لينا. وجاب هنا القزبر يابس، كيديروا فيه حتى القزبر يابس، دونك هادو جابهم معاه. هنايا انا بعدا خليكم تشوفوا شنو الحاجه وحده اللي غادي تجيبها ليا هي هاد ماليزيا، وراه صورها لكم في قناتي ملي كان كيقلب ليا عليها. ولقى في المكازا غير جوج، انا وصيتو قلت له جيب لي اربعه خمسه داكشي اللي لقيتي، حيت صراحتها ريحتها كتحمق كتحمق. هذه ما لقيتهاش، هذه انا كنت مبليه بها ملي كنت في المغرب، كانوا كيجيبوها لي الويساتي، هو ملي كان كيمشي كيجيبوها لي من الطاليان. دونك انا هذه ملي كنت في المغرب كانت عندي العام كامل انا هاد ماليزيا، هاد الموف هذه اللي كتعجبني فيها اللوان بزاف، مي هاد الموف هذه خطيره كتحمقني انا الريحه ديالها. دونك ملي دابا مشى وملي كنت انا في طاليا جبتها معايا لفرنسا، وكان ستوك ديالها كانت ساليه ليا. دونك ملي مشى دابا فين هاد القاعده البارح كوثر، دونك راه الكلام كيخرج هكاك. ملي مشى قلت له قلب لي على ماليزيا، وفي المكازا اللي في بولونيا لقى غير جوج، قال لي لقيت لك هي جوج، قلت له اللهم جوج ولا بلاش ان شاء الله تعالى رجعنا ان شاء الله ضروري غادي نضربو حتى حنا شي دويره. قلت له هادشي هي الكيكور الكريون ديال الحجبان القرب يسالي ليا، جاب ليا هنايا جوج، شو ما عارفين النمره اللي كنستعمل. الماسكارا ديالهم واعره ديال كيكو، هذه اللي كنستعمل انا ديما عمرها خطاتني هذه، هانتوما هذه خطيره كتطلع واعر هذه ديال كيكو. وخلاص هادو لي كريون ديال الحجبان، حيت ديما كتسولوني كوثر واش دايره الميكرو بليدان واش دايره شي حاجه. نو انا دابا حاليا كنت باغا نديرو شحال هادي، مي دابا مع الحمل ما نقدش نديرو، ان شاء الله ملي نولد غادي ندير ميكرو بليدان، حيت شاك فوا الكريون شاك فوا. دونك انا ديما قلت لكم انا عندي مشكل في حجباني، مي كنت صغيره طحت، دونك عندي واحد جوج ثقبات ولا جوج ضربات ما كينوضليش فيهم الزغب ابدا. دونك هادي النمره اللي كنستعمل، هادي نمره 3 هي 03، هذا هو اللون البنات اللي كنستعمل، كتسولوني عليه بزاف. وي الثاني ديالي كريم واه واخا انا نعطيهم لك. وهنايا كما قلت لكم جاب لي جوج ماسكارا، هنايا قال لك ترى جبت لك واحد السنداره ما عرفتش واش تعجبك ولا لا، ملي جبتها لي والله الا علم زويناتها، شوفوا عاليه وجاتني في الرجل هي هذيك. انا كلبست 38 ولكن دابا مع رجلين شويه عندي منفوخين مع الحمل، جاب لي 39 صراحه حمقتني قلت اما نلبسها ولا نخليها للسبيطار. عجبتني هكاك مع الكسيوات، دابا غادي ملي فاق المزهبي ان شاء الله حتى الفيديو تغدا نشد فيه نقول له الكسوه اش خاصها، خاصها ساك وخاص صنداله اش خاصها، انا قلبت عليكم صنداله اش خاصها، خاصها كسوه يا اختي، وخاصها ساك وخاصها خاص الكسوه وخاص الساك وخاص الشعر. يلاه اللي جاب الصنداله خاصو يقوم بيه كامله، غادي نجد فيه والله الا عجبتني فن فن. عرفتي ملي لبست في الرجل جات كتحمق، جات مجموعه على الرجل اون بليس عاليه. شوفوا راه حتى الطاليان فيها المارشيات صراحه واعرين هادو من المارشي هما وكسيو زوين. دابا غادي ندوز نلبس ليكم زعاد ولدي السوارت، باغي السوارت، ونلبس ليكم الكسيوات دلوجين تشوفوهم كي جاو. تبارك الله ما شاء الله، غادي يجيو هاكا في طبيطه ما شاء الله تبارك الله. هنا الزينات ديالي، لبست لها الكسيوه الاولى هاد الغوزيه، هادي الصنداله اللي عاد نشريها لا تمشي ان شاء الله للغومو غنتا، وغادي ناخذ ليها صنيدله باش العيد العيد الكبير ان شاء الله. بدينا اختي تحضيرات العيد، امضره اخوتي كاين شي حواله كاين شي رخه. هانتوما شوفوا اللبسه هادي ديالها الاولى دوريلو جاي، هانتوما شوفوا كي تجي صراحه جات زوينه تبارك الله ما شاء الله. هنايا خليت لها الشعر هادي يومين، مخليه لها الشعر بوكلي، هانتوما فيها هنايا هاد السنيسله من هنايا،
وفيها الفريفرات هانتوما من اللور ديال البنيات صافي. السي المزابي ديما كيقول لي ما كتقولي لي ما كنعرفش نشري صافي المزابي 10 على 10 كل مره زيفتك للطالي. صراحه جات علم زوينه تعلم زوينه تفنه تبارك الله. هكا باش نتوما تاخذوا افكار هكا لوليداتكم لقيتو كسيوات بحال هكا في لي ماغازا. هذه كيف ما قلت لكم شويه غاليه. انا كون بلاصتو يعني ما غاديش ناخذها، نفضل ناخذ جوج من هذوك من المارشي. تقدري تاخذي حتى ثلاثه وحسن. انا فكرتي هكا، كاين اللي غيكون معايا وكاين اللي غادي يكون ضدي. مي هو ما نتوما كتعرفوا التقضيه ديال الرجال، كيقول لك معليش ماشي بحالنا العيالات كنقلبوا كنتشاطروا وكتقلبي هنا وتقلبي هنا، وما الرجال يمشيو للمكازا ياخذوا صافي ويخرجوا في حالاتهم. المهم الزينه ديالي ندوز نلبس لكم هذيك اللي فيها السويك، هذيك اللي بغيت نشوفها في السويك ديالها. هنا هو البنات، ها هي لبسات لكم هاد الفيوليت هادي بالسويك ديالها. الناس ديال ايطاليا، الناس د بولونيا اللي عندكم البنيتات قادلو جايين، سيروا للمارشي، سيروا اختي راه عندكم داكشي غزال في المارشي. شلو جاي فرحانه بها دوري. شو تبارك الله ما شاء الله كيفاش جاتها، عجبات كانوا جايين هادي. عرفتي لصقات لي عليهم البنات، قالت لك امشي بها للمدرسه، صافي امشي بها للمدرسه. سيروا عاد شي بها للمدرسه، ما عادش شي بها حبيبه بلاصتك اوكي. باش هكا هانتوما هادو البنات كتجي هكا، كيجيو هادو هكا محلولين هكا. تدخلوا البنات كل اللي جاتها احسن. انا عجبوني صراحه هادو ديال السويكات، صراحه زوينين كيوت، شي كيجيو البنيتات كيوت وكيجيو عليهم زويناتهم. يكون هكا كشعر مقاد والصنيدله حتى هي. غادي ناخذ لها وقيله صنداله في البيض لهاد اللبيسات هادو، ولا في الغوز ضنيت البيض هو اللي غادي يجي مع هاد اللوينات هادو كاملين. صافي بقات لكم وحده غادي تلبسها لكم. هنا الكبيدات هذه هي الاخرى هانتوما كيف ما قلت لكم. هذه دوري لوجين، دوري من اللور كتجي هانتوما طويله، دوري ماما، ومن القدام هانتوما كتجي قصيره كتجي حد الركيبات هكاك، ومن اللور كيف ما شفتوا التقطيعه يا اختي جياله كما قلت لكم كيوت. وهنايا مع السويك قالت لك لا زيديني حتى الريحه ماشي غير الصنداله. شنو بغيتي وحده اخر؟ شنو بغيتي؟ وخولي داكشي اللي كنتي كتقولي، بغيتي الريحه ديالاش؟ لا غين دونيش. واخا بنتي دابا نشريها لبنتي، نشريها لك في العيد هي والصنداله صافي. عجباتك ماما الكسوه اللي جاب لك باباك؟ شنو تقولي باباك؟ ميرسي برافو. صافا الزينه ديالي كيف ما شفتو، هادو هما اللبيسات. بقات هذيك بالكولون ديالي يعني بلا ما تلبس، هذيك عاديه بالكولون. فرحانه عجبتك؟ عجبتك كسوات تمشي بها المدرسه؟ زوينه. وزيدي لهنا، زيدي صاحبي مشي لهنا، زيدي نشوفك هنايا. هنا راه تبارك الله الدنيا مشاو الخضور تبارك الله. شوفي فين تخبعت، شو هيا. هيا شوفي غدا مخبعه هيا. هنا راه عندي التومه كنخليها كتيبز تما، ما شاركتهاش معاكم. ويلا اجي يلا اجي قولي لهم بسلامه. زيدي هنايا شوفي الخنزير تخبعت من ورايا. هنا الزينه ديالي غادي نوصل معاكم هنا نهايه لا فيديو. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي انا وبنيتي وزوجي الكريم وليداتي. عندك تخوف باش ما تقوليش راه كتنسي اسلام. اسلام عندي حشومه يعني ما كيبغيش يبان بزاف. نو لا لا ما تخرجيش بها ماما دابا، هادو ماشي ديال اللعب اوكي. هادو تمشي بهم ماما ليكول، قالت لك نخرج بها دابا مبغاتش عيده. هادشي اللي كاينه الزينه ديالي. الله يفرحكم بوليداتكم، والله يخلي لكم وليداتكم كاملين، والله يخلي لي وليداتي حتى انا، الله يحفظهم وينجيهم ويحميهم يا سيدي ربي الحبيب ليهم وجميع المسلمين. كندعى مع الوليدات كاملين مع جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام كاملين البنات. شكرا لكم، يلا الزينه ديالي تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.